احنا برضو عشان ندلل على صحة الكلام اللي بيتقال وفكرة التعامل بيه شفافية وبشكل معلن قدام الكل، شفنا ده وشفنا التعامل الشفاف فيما يتعلق بقرار اجتماع مجلس الإدارة اللي صدر بالأمس، وطبعا صدر بالتأكيد على التقدير الكامل للتعاون اللي لقاه مجلس الإدارة من جانب الأستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وكمان من نائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر والتحية ليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر اللي بيعكس إخلاص أبناء النادي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت من الأوقات. بص يا كريم، استكمال برضو للخبر بتاعك، المجلس قرر عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم هنا الاستمرار يعني في مهمته على الجمعية طبعا، وده أمر أساسي وطبيعي على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية طبعا غير عادية للبت بقى في هذا القرار أو هذا الاعتذار وتشكيل برضو مجلس إدارة جديد. على كل حال مش هنرغي مع حضراتكم كتير، خلينا أحسن نروح نشوف يعني أو نتعرف على التفاصيل أكتر من الاجتماع ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل التحية مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة النادي الأهلي، جمهوره العظيم في كل مكان وعبر المواقع الرسمية، حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقدم في هذه الدقائق مجموعة من القرارات التي خرجت عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم الثلاثاء 23 أغسطس بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ونبدأ بالقرار الأول الذي اعتمد فيه مجلس إدارة النادي الأهلي الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل. هذه الحقوق لمدة 4 مواسم تبدأ في 2022-2023 إلى 2025-2026 وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي الشركة المتحدة. 2. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه من مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم أستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر والتحية لهم جميعا عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت. كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد. عندنا قرار ثالث وأخير الحقيقة له علاقة أيضا بالسياسات العامة وجهود مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة للارتقاء بكل نشاطات النادي ومشروعاته المهمة والمستقبلية مثل استاد النادي الأهلي الحلم الكبير الذي يراود كل عشاق النادي الأهلي. استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا اليوم الحقيقة العرض المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية المهندس أيمن إسماعيل وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي حازم هلال حول التطورات الخاصة بملف إنشاء استاد النادي الأهلي وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال شهر أغسطس الجاري بحضور أو بمشاركة 4 من كبريات الشركات العالمية. واستعرض رئيس الشركة والمدير التنفيذي أيضا أمام المجلس ما تم إنجازه في الأمور المتعلقة بملف تسمية الاستاد، كما اعتمد المجلس هذا التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد، ما يعني إن شاء الله أنه أخبار طيبة يعني تلوح في الأفق يعلن عنها خلال الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة في ملف إنشاء استاد كرة القدم للنادي الأهلي. هذا كان كل ما لدينا من قرارات نعلنها أو تم انتقائها يعني من جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي وتهم مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الأهلي العاشق لكرة القدم الذي نوجه له كل التحية، تحية أيضا لحضراتكم جميعا، وكالمعتاد نختتم الأهلي في المقدمة وتحية مصر، إلى اللقاء.